تفاؤل في لبنان بقرب ولادة الحكومة، حكومة ستواجه الكثير من التحديات. فرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عبر عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة. عون أمل أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، بيد أن الحكومة المدعومة من الغالبية النيابية قد تواجه معارضة من تيار المستقبل الذي آثر رئيسه سعد الحريري عدم العودة إلى رئاسة الحكومة. ولكن ما يدار اليوم من الحبكة التأليف ما بتبين الصورة بأنه عم يتم تداول أسماء مجردة من أي أحزاب أو مرجعيات سياسية. إذا كانت شكل الحكومة والوزراء بيلبوا الحاجات اللي نحن عم نقولها، بساعتها بوقتها بنشوف إذا بنعطي الثقة أو لا. القوات اللبنانية التي سبق وتركت حليفها السابق سعد الحريري تنتظر تأليف الحكومة لتقرر دعمها أو معارضتها. لازم تكون حكومة أخصائيين مستقلين، إذا كانت هيك ما عندنا أي مانع أكيد لن نشارك فيها ولن نسمي فيها، لأن نحن رجع بنقول مستقلين وأخصائيين. كل الباك أب اللازم، كل الدعم اللازم، الثقة كله أكيد ساعتها بهالحالة بنكون ما في أي مشكل عندنا. أما الشارع فيأمل أن تحقق الحكومة العتيدة مطالبه. مطلوب من الحكومة العتيدة أو الجديدة بادي الأمر أن تبدأ بإعادة المال المنهوب. مطالب أخرى يرفعها المحتجون في الساحات. إذا صدقت التوقعات فإن الحكومة الثالثة في عهد الرئيس عون ستبصر النور قريباً. وسط تحديات جمة ستتطلب الكثير من الجهد الوزاري لتجنب الانهيار في البلاد. ترقب في لبنان لولادة حكومة حسان دياب التي ستكون من الاختصاصيين، وأمامها مهمة أساسية تكمن في إنقاذ البلاد من أزماتها وسط تحديات داخلية وخارجية. عباس صباغ، بيروت، الميادين.